أول رد للأمم المتحدة على القرار الجزائري بإغلاق المجال الجوي، حتى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو الخميس المغرب والجزائر على إطلاق حوار إيجابي لحل المشاكل العالقة بينهما. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الأمين العام ستيفان بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤال بشأن موقف غوتريس من إعلان الجزائر الأربعاء إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية. وقال الأمين العام يعتقد بقوة أنه من المهم للدولتين المغربية والجزائر الانخراط في حوار إيجابي لحل المشاكل العالقة بينهما نظرا للأهمية البلدين في المنطقة. وأضاف: نريد أن نرى الدولتين وهما يتمتعان بأفضل علاقات ثنائية ممكنة.